أستاذ عمار سراقبي صار اسم من أهم الأسماء الموجودة بإدارة الإنتاج من قبل شارع شيكاغو، وترسخ هالموضوع بشارع شيكاغو. بترحب فيك عبر فوشيا. حبيبي شكرا جزيلا لك، وشكرا لحضورك، وشكرا لفوشيا لحضورهم. اهلا وسهلا فيك حبيبي يا محمد. عمار سراقبي مدير اداره الانتاج بشارع شيكاغو، هالعمل يلي كان كثير ضخم وفيه كثير تفاصيل، اذا بدنا هيك نتذكر اصعب ثلاث قصص صارت انتاجيا بشارع شيكاغو. يعني الشارع وسيارات الشارع وكومبارس الشارع. عمار كيف تتعاملوا مع العالم، وخصوصا انه انت معك نخبه كبيره من نجوم الدراما السوريه والكل بيحبهم وبدهم يجوا يتصوروا وبدهم يعني؟ الحمد لله ما كانت عم تواجهنا مشاكل، لانه نحن كل النجوم اللي معنا هن نجوم كبار متواضعين، ما كان في اي دروب بهذا بهي القصص. اي حدا كان يفوت يتصور مع النجوم يتصور مع الناس، ما كان حدا يمنعهم. نجومنا كبار، نحن اشتغلنا مع ناس كثير 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 كبار وكثير بروفيشنال. وجود الاستاذ محمد كان يعطي طاقه ايجابيه للعمل. كان في كثير مصاعب، كان في كثير شغل مهم، عمل اكل وقت كثير، يعني على مستوى هلا اللي عم ينشغل، يعني عمل اكل تقريبا 99 يوم تصوير. واجهتنا مصاعب الكورونا، وقفنا فتره، بدينا رجعنا اشتغلنا، يعني كانت فتره التحضير والشغل والتصوير يعني امتدت لعشر شهور، بس الحمد لله يعني طلعنا بنتيجه كثير مهمه، طلعنا بشيء كثير مهم على مستوى سوريا والوطن العربي، والحمد لله هذا فضل من رب العالمين، والنجاح هو نجاح الجميع، يعني نجاح الانتاج والاخراج والممثلين والشركه المنتجه والفنيين الله يعطيهم العافيه، وكل واحد قدم يعني اي شيء لهذا العمل هو نجاحه. عمار اغلب الناس اللي بتشتغل مع استاذ محمد عبد العزيز بيلاقوا صعوبه من كتر ما بيعيد بياخذ لقطات من عده زوايا مختلفه. قديش التعامل مع محمد مهنيا صعب؟ ابدا، التعامل مع الاستاذ محمد هو تعامل جدا سهل، لانه وقت تتعامل مع الناس البروفيشنال بتعرف وجهه نظرهم، بقى بتتعامل بطريقه كثير سلسه، ووقت تقتنع بوجهه نظرهم وهذا الصح وهذا الغلط، هذا اهم شيء يعني بالمهنه، انه دائما وجهه نظر المخرج هي الصح 100%. وكيف اذا كان الاستاذ محمد، يعني الاستاذ محمد احنا شهادتنا مجروحه فيه واسم كبير، والحمد لله نحن تعبنا مع الاستاذ، لكن كان التعب كثير ممتع. عمار معلش خلينا شوي بشارع شيكاغو، وبعض النجوم من قال انه اجبر على القبله، وبعض النجوم قال انه النص ما كان هيك فتعدلت المشاهد واضطر لهيك مشاهد. ابدا هذا الموضوع ابدا ما حدا اجبر على شيء ابدا ابدا، وكان كل شيء ضمن النقاش وضمن الحوار مع الاستاذ محمد. انا كنت ضمن اللوكيشن وكنت شايف كل شيء وبعرف كل شيء وبعرف كثير تفاصيل. هذا الموضوع يعني ما له صحيح جمله وتفصيلا، يعني كذب. اذا بدنا نفوت بتفاصيل ما عيب يعني نحكيها، بس اذا حابين بنحكيها بوقت ثاني، يعني مو هيك التفاصيل ابدا. يعني وقت توقف تصوير خمس ساعات مو مشان هذا الموضوع، مشان شيء ثاني يحكى فيه بمكان ثاني، اكيد ما رح نحكي فيه على العلن، واكيد نحن ما منصدر يعني اخطائنا للناس، واكيد ما بناخذ الناس شماعات عرفت شلون لنعمل نجاحات. لا، نحن الحمد لله ناجحين، معنا مخرج جدا بروفيشنال، اسم كثير كبير، شركه داعمه، منتج فني داعم للعمل من اول عمل لاخر، الاستاذ فراس الجاجي، استاذ ايهم قبند يلي تابعنا خطوه بخطوه، هو كان بدبي طيله فتره العمل، دائما في تواصل. الشركه ما قصرت معنا باكثر من ملف وتجاوبت معنا. هو عمل يعني جديد على الدراما بتفاصيله، بحقبه الستينات، بحقبه هاي الحقبة القديمة اللي كانت هي أخذت الجزء الأكبر من العمل، وهي فيها الشغل الأكبر من العمل، وهي فعلا هي تفاصيل جديدة على أي منتج أو على أي حدا جاي يشتغل يعني بهي المهنة. هلا بسوريا خلينا نحكي مثلا من 10 سنين أو 15 سنة ما صار يعني بضخامة هذا العمل، وما صار بجودة هذا العمل. طبعا يعني الشكر الكبير طبعا لكل كادر العمل، لكل الفنيين، مهندس الديكور، مصممة الأزياء مروه رز، كمان ما قصرت، تعبت كتير. حنذكر الدي او بي الأستاذ يوسف هزيم يلي عطانا صورة ساحرة وصورة مبهرة، والحمد لله عملنا نقلة كتير نوعية كمان على مستوى الصورة وعلى مستوى كل شيء الحمد لله. طيب أنا من مصادري الخاصة عرفت أنه في عمل جديد مع محمد عبد العزيز، بدي أعرف هيك شوية التفاصيل. عمار سراقبي حتقلي التفاصيل. هلا حاليا ما رح نقدر نصرح، اكيد 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 بس يجي وقته حنعمل مؤتمر صحفي كثير ضخم، كثير ضخم وكثير مهم،
حنعمل شيء ان شاء الله بيعجبكم وان شاء الله بيعجب كل الناس، وحيكون شيء بسويه شارع شيكاغو واعلى باذن الله وباذن احد. عمار سراقبي باسمك الكبير اكيد بدي اشكرك، شكرا لك. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا حبيبي.